العمليات الإنسانية الشاملة. ما إن أعلنت الأمم المتحدة عن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي بتكلفة قرابة 3 مليار دولار، حتى أعلنت دول التحالف بقيادة السعودية عن التزامها بتقديم نصف المبلغ أي 1.5 مليار دولار. جاء ذلك أثناء تدشين الخطة الإنسانية الشاملة يوم أمس الاثنين بحضور وزراء خارجية دول التحالف في العاصمة السعودية الرياض. وتشمل الخطة برنامجا إغاثيا يستهدف جميع المحافظات اليمنية بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإمامية. الخطة الإنسانية تم تدشينها بجسر جوي وبري وبحري لإدخال المساعدات، وبلغت إجمالي المنافذ 17 منفذ شملت ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين. فكيف سيتم إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن الخطة الشاملة المعلن عنها إلى السكان الواقعين تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية؟ يتساءل مهتمون حول الآليات والضمانات التي سيتم من خلالها إيصال المساعدات للسكان في المحافظات التي ما تزال خاضعة للإنقلابيين الحوثيين، بينما تتعرض المساعدات للنهب والمصادرة والبيع، فضلا عن تحويل كميات كبيرة من الشحنات الإغاثية إلى مجهود حربي للميليشيات الحوثية. وإذا كانت ميليشيات الحوثي الإنقلابية وجهت بالأمس منع تحركات 36 منظمة دولية وأممية ومنعها من واجبها الإنساني والإغاثي، فكيف ستقبل تسليم مهمة إيصال المساعدات المقدمة من السعودية ودول الخليج للمنظمات الأممية دون موافقتها وتحت إشرافها؟ إذ أن تجربة أكثر من 3 أعوام أثبتت فشل الأمم المتحدة في إيجاد آليات وضمانات تمنع الحوثيين من نهب المساعدات وتوظيفها لصالح ميليشياتهم في الجبهات. ذلك دفع بحقوقيين ونشطاء إلى التحذير من أي تعامل مع الحوثيين بالمساعدات التابعة للخطة الإنسانية الشاملة المعلن عنها من دول التحالف، سيعني حصولهم على النصيب الأكبر منها ما لم تكن هناك ضمانات دولية فاعلة تمنعهم من الاستفادة منها.